هاي، كيفكم؟ اوكي، متذكرين لما حكيت لكم عن كتاب شاركت فيه وتجمع ونعمل في الأردن؟ أخيراً أخذت الكتاب وشفته عشان أحكي لكم عنه. The book is Empowering Women Through Painting Jordan. اوكي، شو معناها؟ معناها تمكين المرأة عن طريق الفن والرسم. هذا كتاب فيه 88 سيدة غيري، كلهم بيحكوا من مختلف الخلفيات وإلى آخره عن الأرت تبعهم وعن نفسهم. كتير حلو، كتير بسطل، بس أهم إشي إنه إلي صفحة في هذا الكتاب. I want to show it to you. One second. شو عم كيف لهلأ ما علمت الصفحة من كتر ما فتحتها. Okay, one second. Where is moi? شايف عن حالي على فكرة أنا. هيني. My book. This is it. هاي هي اللوحة تبعتي. ترى من الكتاب. I think إن شكلها بالحقيقة ألوانها كتير أحلى. What do you think? I love it. It's one of my favorite pieces. هذا الطابور فعلا من غرف عندي في البيت. It's very bright and lovely. سميتها summer babes، يعني جميلات الصيف. Okay. So the idea تبعت هذا الكتاب فيها جزء دعم للمرأة والمجتمع، وفي جزء تاني هو زي ريعان خيري. اللي بعرفه انه دينا، هاي دينا، اوكي، وشومان جمعوا هذا الكتاب بداية، وكثير ناس ساهموا في السبونسرشيب عشان يطلع this book، وكتابين تانيين، واحد عن الطبخ وواحد عن الرياضة. So it's a lovely initiative، وبصراحة I can't wait اجيب الكتب التانيين. I could not find them، و يمكن اشتريهم من جمالون لانه they are available everywhere، حتى في امازون. So buy them. Okay. So this is the book. رح اصور لكم اياه بطريقة فيديو هيك تقليب عشان تشوفوه من جوا. It's beautiful. مش عارف شو احكي عنه لاني انا جواته. So basically I'm just happy that I have a book بداية مطبوع في اشي من شغلي. So I'm excited about this. فكرة كتير حلوة لو عملنا نفس الاشي للكتاب. Count me in. Okay. Bye.